الخبر الأهم بقى في الحقيقة من ضمن الأخبار المهمة جدا النهاردة جدا من في الجول، والأهلي يقرر تصعيد هنا جودة إلى فريق تنس الطاولة الأول. هنا جودة دي مين بقى؟ هنا جودة دي بطلة أهلاوية ممتازة أكثر من رائعة، واحدة عندها 12 سنة. الأهلي عنده دينا مشرف في الفريق الأول، فدينا مشرف يعني احترفت في ألمانيا، فبالتالي قالوا خلاص احنا عشان نشارك في البطولة دي نجيب هنا جودة تشارك وتلعب البطولة، رغم ان هي عندها 12 سنة واللي بيلعبوا معاها اكبر من كده بكتير، يعني 22 سنة و27 سنة. قدرت ان هي تفوز ببطولة الجمهورية بعد ما تغلبت على لعبة نادي الزمالك اللي عندها 27 سنة في مباراة كانت اكثر من رائعة بنتيجة 3-0 فتألقت، فبالتالي دي بطلة كبيرة جدا جدا من ابطال النادي الاهلي ومستقبل تنس طاولة في النادي الاهلي وفي مصر بالطبع، يعني حاجة تفرح. معنا على الهاتف الكابتن طارق، كابتن طارق فوزي المدير الفني او المدرب لهنا جوده ومدرب النادي الاهلي. يا كابتن طارق اهلا بيك. نمير اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. يعني الف مبروك في البدايه الفوز ببطوله الجمهوريه، شيء مهم ومعتاد من النادي الاهلي، لكن المفاجاه الله يبارك فيك. المفاجاه ان هنا جوده صاحبه ال 12 عام قدرت ان هي تفوز وتقود النادي الاهلي في هذه البطوله، ازاي تم الترتيب لتواجد هنا اصلا في البطوله دي ومن ثم قدرت ان هي تحققها؟ سامعني يا كابتن طارق؟ والله معاك. اتفضل. والله انا ما شاء الله عملت البطوله اكثر من رائعه، يعني خصوصا انها مسابقه سيدات ودي يمكن المشاركه الاولى ليها تنادي بالشكل الكبير ده بعد التحسن الرهيب في مستواها، فكانت ما شاء الله يعني عملت بطولة هايلة جدا. ماتشات رائعة كلها، وكانت باين ان هي مش لعيبة صغيرة، هي لعيبة صغيرة فعلا في السن انما امكانيات كبيرة جدا بتاعت لعيبات ابطال وكبار في السن، فما شاء الله من بداية البطولة هي ماشية بثبات لحد ما وصلت للمباراة النهائية وقدرت تكسب لعيبة المنتخب المصري فرح عبد العزيز 3-0 في النهائي، وده كان مباراة قوية طبعا جدا، ويعني ما شاء الله عليها، هي فعلا نجمة ونجمة كبيرة، أمل للأهلي والمصري طبعا بها. طبعا نتمنى يا رب إن تستمر بهذا الشكل إن شاء الله وتبقى لعيبة عالمية كمان بإذن الله على المستوى الأكبر كمان إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله. كنتوا متوقعين يا كابتن طارق إن هي تفوز بالبطولة، يعني رغم إن سنها صغير جدا بالمقارنة مع زمايلها اللي بتلعبهم في البطولة؟ والله هي مصعدة السنة دي لفريق السيدات، يعني أنا صعدت السنة دي قعدت أنا والكابتن أشرف رودريجاز واتكلمنا ولقينا إن هي مناسب جدا ليها إن هي تصعد لفريق السيدات، فهي مصعدة السنة دي لفريق السيدات في التمرين. مكسب البطولة يعني لا ما حدش كان بيجزم ان احنا كنا متوقعين بيها ان هي تعمل حاجه كويسه. ايه الكويس بقى؟ يعني توصل فاينل، تدخل الاربعه، تاخد بطوله، يعني هو ما كناش لا طبعا عارفين هي الامور هتوصل لايه، انما احنا كنا متوقعين ان هي هتعمل حاجه هايله البطوله دي، يعني كيف ما شاء الله الكيرف كان طالع. يعني ازاي تم تأهيلها نفسيا؟ لان في الحقيقه موضوع صعب شويه ان حد يكون في السن ده ويشارك في بطوله كبيره للسيدات وتفوز بيها، فاكيد كان في تأهيل نفسي ومعنوي مهم جدا من حضراتكم كمدربين يا كابتن طارق. والله احنا بنتعامل معاها طبعا بشكل لائق، بس هي عندها ميزه يمكن لصغر سنها، فيمكن الكبير بيعمل حساب لكل مباراه وبيحط الموضوع في دماغه بشكل كبير ويبقى قلقان، يمكن لما يبقى الصغير في السن الموضوع بالنسبه له ما بيبقاش لود كبير عليه، يعني هو عايز يلعب ويطلع لعبه ويظهر مستواه، وده بيشكل ضغط على اللعيب اللي قدامه خصوصا في المراحل السنيه الكبيره. ما انت لما يبقى لعيب صغير ما عندوش حاجه، ما عندوش مشكله يلعب باريحيه، انما طبعا الضغط الكبير بيبقى على اللعيب المنافس، فدي كانت في صالحنا يعني، واحنا ما حبيناش نضغط عليها في الحته دي لان هي بتلعب بطبيعتها، وهي بطبيعتها ما شاء الله زي ما بقول لحضرتك هي السنه دي يعني فارقه جدا وما كانش عندها ضغط من اي نوع، بالعكس هي عندها عزيمه كبيره جدا وعندها يعني ثبات انفعالي ما شاء الله بتاع لاعبات كبار يعني. طيب هل هي اصغر لاعبه يتم تصعيدها للفريق الاول سيدات تنس الطاوله بالنادي الاهلي على مدار التاريخ؟ افضل لعيبه ايه معلش؟ اصغر لعيبه سنا.
يتم تصعيدها للفريق الاول لسيدات كره او تنس الطاوله. بالظبط. بالظبط. هي 12 سنه. ما حصلتش قبل كده في التاريخ يعني ان حد في السن ده يلعب فيرست تيم. ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها اكيد. ما شاء الله عليها يعني. بشكر حضرتك يا كابتن طارق وببارك لكم طبعا على الفوز ببطوله الجمهوريه، ده شيء اكيد معتاد والقاب كتيره جدا تنس الطاوله في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات بيقدروا ان هم يحققوها، ومؤخرا رجال تنس الطاوله بالنادي الاهلي جابوا لنا البطوله العربيه في ظروف كانت صعبه جدا، فبالتالي كل التحيه والتقدير لمدربي تنس الطاوله بالنادي الاهلي وللاعبي ولاعبات تنس الطاوله بالنادي الاهلي، وبالتحديد هنا جوده اللي بنتمنى لها طبعا استمرار على هذا المنوال وان هي تكون افضل وافضل كمان وتجيب بطولات عديده للنادي الاهلي ولمصر باذن الله.